التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنتناول موضوع الزواج المبكر. الزواج المبكر، زواج الفتيات او زواج الشباب المبكر ما بين مؤيد ومعارض. في ناس بتقول ان الزواج المبكر ده يعني اسلم حل في هذا الظروف وفي هذه الايام ان يتم الزواج للبنت او للشاب من اجل يعني الحفاظ على نفسه او انه يحمي نفسه من الظروف والامور اللي موجوده في الحياه او المتغيرات اللي موجوده كثيره في الحياه، فهذا الفريق بيؤيد ان يكون هناك زواج مبكر. فريق اخر بقى بيقول لك لا، مفيش حاجه اسمها زواج مبكر، الزواج لابد ان يكون بعد اكتمال يعني الفتاه ونضجها وتلقي تعليمها الكامل وتبقى الامور يعني مستقره بالنسبه للبنت او الشاب علشان يقدر ان هو يبني علاقة اسرية ويربي ناس ويكون بيت واسرة. وجهتين نظر لهما قدر كبير من الاحترام. يسعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الدكتور عبد الله الضابط، مستشار العلاقات الزوجية والعلوم السلوكية. اهلا بك يا دكتور عبد الله، شرفنا ومنورنا. ربنا يخليك. معي على الجانب الاخر الدكتور محمود حسن، الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر. اهلا بك يا دكتور محمود. اهلا سامح بيه، واهلا دكتور عبد الله. اهلا بك يا دكتور. اسمح لي يا دكتور محمود ابدا مع الدكتور عبد الله وارجع لحضرتك مره اخرى. يا دكتور عبد الله، هل انت مع ام ضد الزواج المبكر؟ مع الزواج المبكر وبشده الحقيقه. مع الزواج المبكر وبشده. وبشده. تمام. بدايه فكره الزواج بشكل عام من المعلوم ان هي نظام اجتماعي وضعه ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، فهو الاعلم كويس قوي باحتياجاتنا، هو الاعلم ب ايه اللي احنا محتاجينه بشكل كويس قوي، فعشان كده هو وضع هذا النظام اللي هو المسمى بالزواج، واللي بعض الاحيان بنسمع حتى لو عن طريق السخريه يقول لك نظام اجتماعي فاشل، وهو طبعا امر بيعيب يعني في هذا الشيء وغير مقبول يعني. إذن بداية أنا مع الزواج. خلينا أنتقل للدكتور محمود. يا دكتور محمود، هل أنت مع أم ضد الزواج المبكر؟ هو بس نفرق بين حاجتين، الزواج المبكر والزواج في سن صغيرة. هذاك تقصد دي ولا دي؟ الاثنين. لا، ضد طبعا. ضد الزواج المبكر أو الزواج في سن؟ ضد الزواج في سن صغيرة. ضد الزواج في سن صغيرة. تمام. طيب ليه يا دكتور محمود؟ هو اسمح لي بس في مقدمة بسيطة استكمالا للدكتور عبد الله. احنا دائما نعرج الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تمام. ويحضرني ايضا قول الامام الشعراوي رحمه الله حينما قال قولته الشهيره والرائعه جدا، تعجبني جدا المقاله دي: الزواج المبكر خير وسيله لانجاب اب يعولك في طفوله الشيخوخه. تمام. انا مقتنع بكل هذا ولكن بشروط وضوابط، وانا في منكهة نظري. يعني انت مقتنع لكن مختلف معه؟ لا، بشروط. يعني أنا من وجهة نظري إذا سمحت لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الشاب والفتاة، لأن الباءة باءة نفسية وجسدية ومادية وعقلية. أعتقد أن الفتى والفتاة يشتركان في كل هذا، إلا إذا أخذنا الولد الفتى أو الرجل على القوامة أنه مسؤول عن المادة. طب خلينا يا دكتور، هم الاثنين مسؤولين. خلينا نضبط يعني ننطلق من نقطة. اتفضل. أنت شايف أن الزواج المبكر أو الزواج في سن صغيرة من إمتى والزواج المبكر من إمتى؟ يعني خلينا بس نوضحها للناس كده، علشان مثلا في حد يقول لك 23 ده مبكر، 30 مبكر. لا طبعا، خلينا بس نوضح. خلينا نقول الزواج المبكر هو الزواج قبل السن القانوني. قبل السن القانوني، وانت رجل قانوني، والسن القانوني الحالي يعني. يعني انت يعني مش الذي اقرته الدوله استنادا لعلماء الطب وعلماء الازهر. طيب يعني انت ضد الزواج قبل 18 سنه؟ قبل 18 طبعا. خلي بالك ان هو القانون طبعا هيتعدل يعني، طبعا هو كلام جميل. طيب هيتعدل ولا هيتعدل؟ لا، هو هيتعدل يمكن المره الاخيره. طيب كمان يا دكتور، يا دكتور عبد الله، خلينا ايضا انطلق معاك من نفس نقطه البدايه. شايف ان السن المبكر كام يا دكتور؟ السن المبكر هو من بعد البلوغ.
من بعد البلوغ. من بعد يعني البلوغ مثلا عند الفتاه ممكن من 12 سنه البلوغ. بالظبط. شايف ان ممكن فتاه تتجوز سنها 12 سنه؟ اه ذلك صحيح. ما عندكش مشكله؟ لا ما عنديش مشكله، وطبعا ليس هناك يعني حجه اكتر من زواج الرسول عليه الصلاه والسلام ستنا عائشه وهي في عمر طبعا هو 6 سنوات ودخل بها في عمر 9 سنوات. كلام جميل. بعد البلوغ يعني بالزبط. انت مرتبط هذا الامر بالبلوغ. بالبلوغ اللي هو التكون الفسيولوجي والفكري وال... كلام جميل. طيب ايه استنادك لكده؟ يعني انت ليه تحبذ هذا الامر؟ ليه تؤيد هذا الامر؟ بدايه هناك في الواقع، يعني خلينا نرجع للواقع المصري، وهو ان كان كان السن القانوني كان 16 سنه حتى تم تعديل واصبح 18 سنه استنادا لمؤتمر بكين سنه 1995، كان تم تعديله في 2008. خلينا نرجع برضو ان هنا تم الرجوع لعلماء غربيين وناس بعيدا عنا يعني عن مجتمعنا وبتاع، يعني بنرجع بقى للطب والصحه في كل شيء، فاصبحنا دايما بننسى جزء بسيط جدا وجزء مهم هو موروثنا الديني، موروثنا الثقافي، موروثنا الاجتماعي، تقاليدنا وعاداتنا. وده اللي فجرته بقى احصائيه يمكن اجيبها معايا، كان تقرير سنوي الصادر عن جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، قال ان عدد المصريين اللي بلغوا 33 سنه ولم يتزوجوا اكتر من 9 مليون، وان في 110 الف مولود بيولدون كل عام نتيجه الزواج المبكر وامهاتهم في فتره من حوالي اقل من 19 سنه. طيب الاحصائيات دي جميله مفيش مشكله، برضو لماذا حضرتك كويس تنطلق او تؤيد الزواج في سن البلوغ؟ لان الزواج في سن البلوغ لما عملوا احصائيه برضو او لو عملوا دراسه وجدوا ان بعد سن البلوغ بيبتدي الشاب او الفتاه بيبتدي بقى يفكر في الامور بقى اللي هي خاصه بالجنس واللي خاصه بالعلاقات الانسانيه وحاجات. يعني انت شايف ان ده يعني احنا بنساعد، احنا هنا في هذا بهذا الامر احنا بنساعد على تجنب الامور اللي هي حمايه للمجتمع. حمايه للمجتمع صحيح. كلام جميل يا دكتور محمود. اذا كان الزواج المبكر هو حمايه للمجتمع، هل انت ترفض هذا الزواج المبكر؟ اي ايضا ترفض ان حمايه المجتمع وتزج بالفتاه او الفتاه او الشاب الى ان هو يرتكب شيء مخالف للشرع؟ قبل هذا اسمح لي لازم ارد على موضوع السيده عائشه. اتفضل. الدكتور قال ان النبي خطب السيده عائشه عندها 6 سنين ودخل بها عندها 8 سنوات. 9 سنوات. هذا مخالف تماما للتاريخ. يعني غير حقيقي. لو معاك ورقه قلم اكتب كده. السيده اسماء رضي الله عنها توفيت في العام الذي توفي فيه عبد الله بن الزبير ابنها. طيب انا وكان لازم انا مش موضوعي يا دكتور. لا ده اهم حاجه، اسمح لي بس هي في دقيقه واحده. قال بلغت 100 عام دون ان يكسر لها سن. قالوا ماتت سنه 73، اكتب 73 كده هجريه. حاضر. كان عندها 100 سنه. يبقى هي مولوده كام؟ قبل الهجره ب 27 سنه. تمام. قيل انها كانت تكبر السيده عائشه ب 10 سنوات او 14 سنه. تمام. لما كانت هي مولوده قبل الهجره في 27 سنه. عايز توصل ليه يا دكتور؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالسيده عائشه قبل الثانيه عشره او الثالثه عشره. كلام جميل. والدليل انه خطبها في مكه ودخل بها في المدينه. كلام جميل. يعني سابها لما تكبر. عايز تقول ان معلومه هو سابها لما تكبر سابها. عايز تقول ان معلومه الدكتور عبد الله لم يدخل. هي مش معلومه الدكتور عبد الله. خاطئه. هي مش معلومه الدكتور عبد الله. هي معلومه عبد الله اللي قالها. لا هو نقلها. هيقصد يعني ان هي نقلها. هو يقصد ان هي خطا شائع مثلا ربما يعني. طيب يبدو انك تنقل ثم لا بالعكس بالعكس هذا انا سبت لا خالص حريصا في نقل انا حريص جدا وانا مسؤول على فكره عن يعني ثم صحيحه انا شايف ان المعلومه صحيحه ويقينيه وعشان كده بس انا طبعا سبته يوضح لان طبعا هذا حقه. تمام. ولكن ربما لو في طريقه ان احنا بعد كده نبقى نتكلم حضرتك او حضرتك تبقى تقولها في الحلقه القادمه بعد التحقق. هي معلومه يقينيه هي الدكتور محمود هو الخاطئ. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل بطفله في التاسعه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في سن معينة فقد تزوج النبي 9 نساء. صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان، وكان يوعك مثلما يوعك الرجلان منا، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. طيب. ما كان للنبي ما ردتش على ليس بالضرورة أن يكون لغيره. ما ردتش عليه. يعني إذا كان الدكتور عبد الله شيء بسيط بس أنا هرجع لحضرتك يا فندم. أنا بس هقفل الباب بسيط. لا إذا كان الدكتور عبد الله قال لك إن زواج المبكر هو حماية للمجتمع وحماية للأفراد، أنت هنا يا دكتور ترفض هذه الحماية؟ هو لو يعني بصفته متخصص في العلاقات الزوجية والعلوم السلوكية أرجو أن يراجع نسبة الانحراف. هيلاقي نسبة الانحراف لو 100% 95% انحراف من المتزوجين و5% أو أقل انحراف من اللائي لم يتزوجن بعد. تمام. يعني أنت ترى أن أيضا ما يسطره في هذا الأمر هو خاطئ. تم. لا مش يعني انا لا اقول هذا ولكن هو عايز يورطنا بس زي دي. انا لا اخطئ الرجل ولكن معلومه العفه او الدين او الى اخره ليس مرتبطا بسن معين.
كلام جميل، ليس مرتبطا بسن معين. مزبوط. طيب يا دكتور عبد الله، يعني اذا كنت تدعي بان الزواج المبكر هو حمايه للمجتمع وحمايه الاخلاقيات وصون الشباب عن الانحراف، الدكتور محمود قال لك في احصائيات، وانت مفروض ان تكون ملم بهذه الاحصائيات اكثر من، بيقول لك ان لا ما فيش الكلام ده، ده اذا كان هناك انحراف فالانحراف بين المتزوجين مش موجود انحراف الا نسبه قليله جدا. حقيقه بدايه هتكلم في جزئيه بسيطه، وهي جزئيه النبي عليه الصلاه والسلام وهو ما للنبي ليس لنا او هكذا. ربما دي جزئيه بتبقى مدخل من المداخل اللي بتؤخذ كثيرا على اي شيء يعني بينتهجه النبي او هكذا واحنا نتخذ قدوه فيه، فيقول لك انت مش النبي. انا حضرتك حاجه، ان انا سالتك سؤال انت بترد بالظبط. لا انا بس عشان خاطر انت قلت لي ايه، عشان ما يبانش لا لا الساده مشاهدين انك بتهرب من لا مش هغرب من الاجابه، بالعكس انا اجابه ده بس نقطه ثانيه. بس اللي نقصده ايه، النبي هو قدوتنا والصحابه وهؤلاء والاسلام صالح لكل زمان ومكان. كلام جميل. ما يصلح الامس يصلح للان. والعفه الان بمفهومها هو يجب ان يكون برضه هو العفه بمفهومها السابق وكل شيء. لذلك بس خلاص قفلنا هذه الجزئيه. الجزئيه الثانيه بقى جزئيه الانحراف. وجدنا ان في الاول في النسبه اللي قالها الدكتور محمود، هي طبعا نسبه انا ما اعرفش مصدرها، يمكن انا قايل حتى لو بقول مصدرها، لكن ربما برضه هو عنده مصدره. انا الحقيقه لما اطلع على هذه الاحصائيه تمام، يعني ما عندكش اي معلومه بالاحصائيه؟ لا انا عندي معلومه ثانيه، وهي جزئيه ان في حوالي اكثر من 600 الف حاله زواج عرفي في الجامعات المصريه، وده طبعا برضه من الجهاز المركزي. ده انحراف ولا مش انحراف؟ ده انحراف ولكن من غير متزوجين. انا بتكلم على باكد على الجزئيه اللي انا بقولها، وهي حته ان الشاب اللي في الجامعه 600,000 حاله. 600,000 600,000 وده عدد الطلبه كام يا دكتور؟ عدد الطلبه كبير جدا، عدد الطلبه ملايين ملايين. احنا عندنا 62,000 من المجتمع المصري، اللي هي جمهوريه مصر العربيه تمثل 25% من الامه العربيه. 600,000 حاله زواج عرفي في الجامعات؟ من الجهاز المركزي للمحاسبات للتعبئه والاحصاء. وده وبعدين يا دكتور، يعني انت يعني تود ان تنشر هذه الثقافه في المجتمع اللي هي بانك تنفي الزواج المبكر وتترك الشباب لكي يتزوجوا عرفي ويفعلوا ما يشاؤون، ولا يا دكتور اذا كان الزواج المبكر هو حصن لهذا الامر؟ هو الزواج المبكر الزواج العرفي ده ليه مدى، ليه اراء كثيره فقهيه، يعني اذا كان طبعا. اذا كان لديه شهود وصداق فهو زواج يعني سليم، والدليل على ذلك ان الزواج العرفي ايضا هو اذا كان في 600,000 حاله زواج عرفي في الجامعه، في 900,000 حاله زواج عرفي على يد مأذون بغير عقد شرعي. صحيح. لان البنت ما كملتش العقد. صحيح. مأذون ومحامين كمان. ده حقيقي ده حقيقي. عشان البنت وانا من خلال برنامجك هذا اطالب بتجريم هذا. اذا كان يجرم المأذون ان يكتب للبنت قبل 18 سنه، يجرم ايضا اذا ثبت انه كتب على ورقه بيضة لحد ما البنت تكمل 18 سنه. ده بيحصل بلاوي في الموضوع. يجرم هذا يجرم. طيب. اتفضل يا دكتور عبد الله رد على الدكتور محمود. قال لك يعني الزواج العرفي له ما له، مش يعتبر انحراف، يعني اذا كنت حضرتك بتصدر هذه الاحصائيه للزواج المشاهدين فهو يعني مش يعتبر انحراف. تصديري لهذه الاحصائيه واظهاري لها ليس لتصديرها في صوره انحراف او تعبئتها في هذا الاطار، ولكن هو مجرد اشاره ان هناك رغبات وهناك ميول وهناك اشياء معينه، احتياجات عند هؤلاء الشباب اللي بندعي ان احنا فاهمينهم، بندعي ان احنا ابائهم وامهاتهم اللي خايفين عليهم. فيا بنتي خلصي امتحاناتك وخلصي جامعتك واشتغلي عشان يبقى عندك تحققي ذاتك. ذاتي احد اهدافه احد سبله واشكاله هو بيتي. اهدافي احد اسباب انا يعني خلقت في هذه الدنيا لاعمرها، مش عشان خاطر اشتغل بس، ما هو الشغل ده هو احد اسباب التعمير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني مباهم بكم الامم، فاحنا بننظر دايما للامور رغم ان هي ايجابيه بننظر لها بشكل سلبي، بننظر للكثافه السكانيه مش ان هي قوه بشريه وان هو يلا بقى هذا هو مورد بشري، لا بننظر لها ان احنا عايزين نقلل منها، بننظر لان الزواج المبكر وان المراه تبقى ولود وان هي تبقى صغيره السن و ان هو ده شيء احنا كده بنعمل على البراءه بتاعتها و هذا شيء خاطئ. وانا عشان كده انا لا اصدر هذا الامر، ولكن انا بقول هذه الاحصائيات تدل ان هناك احتياجات عند هذا الشباب يجب مراعاتها. يا دكتور عبد الله، إذا كانت هذا أو إذا كان هذا الزواج المبكر قد يشكل خطر على عدم استقرار الأسرة، ولد صغير وبنت صغيرة ما يعرفوش مسؤولياتهم إيه، ولا مدركين حجم الحياة ولا حجم الأمور، اتجوزوا بعد شهرين ثلاثة لا دي راحت عند ماما وده راح عند بابا، أيهما أفضل، أن تبقي عليها حتى تنضج وينضج الطرف الآخر أم يتم الزواج المبكر؟ لو افترضنا أن دائما أن الزيجات هذه ستفشل، وان افترضنا ان الزيجات ديت الام والاب فيها اللي هم الاطفال يعني وهو طبعا تعبير غير صحيح لان هم طبعا يعني يعتبر بدايه الشباب ده، بس هم في حكم القانون اطفال. ما عشان كده القانون بنقول دايما ان القانون اطفال، عشان كده يمكن كنت بقول دلوقتي لا يجوز للقانون ان هو يحرم ما حل الله. طيب يا دكتور ما حل الله. يبدو انك تجاوب على غير ما لا لا بالعكس بالعكس خالص. طيب. انا الحكايه فيها بس ان انا بؤصل وبضع الايه، بضع الخطوط العريضه.
اول شيء انت حضرتك بتقول دلوقتي هل ان احنا هل نحب هذا الوضع؟ لا، هذا الوضع اولا غير صحيح، لان احنا افترضنا ان هو يحصل مشاكل. لن يحدث مشاكل لان احنا في الاساس، ويمكن لو بصنا بقى على الفلاحين وعلى الاماكن اللي هو بينزل لها بعض الاحيان، هي اماكن يعني فيها تخلف، وهذا غير صحيح، ولكن هم ادركوا ما لم ندركه نحن، وهم ادركوا ان هو الاستقرار وان في الزواج. فعشان كده لازم الاسرتين اللي هم الكبار، الاب والام هنا والاب وامه، بيكون لهم دور في احتضان هذه الاسره الصغيره، يعني ليهم دور الحمايه. طبعا دكتور محمود، اذا كان الزواج المبكر هو يعني مش بدعه، مش موجوده حضرتك يعني بتحاربها او بترفضها في العصر الحديث، ده من منذ القدم موجوده، ان البنت تبقى 13 سنه والولد بيبقى 14 سنه وبيتجوزوا وبيكونوا اسر. وجابونا وجابوك يا دكتور ولا ايه؟ هتتكلم يعني نعمل زي منذ القدم، نمشي وراهم يعني منذ القدم؟ طب ايه مشكلتك في كده؟ على فكره الزواج المبكر يساوي الطلاق المبكر. طب ما هو قال لحضرتك، انت ليه تحكم عليه بذلك؟ لا، لانه نتائج برضه دراسات، لان البنت او الولد غير مهيئه. زي ما تحدث عنها يا دكتور، زي ما حضرتك قلت، دراسات يا فندم، دراسات. يعني انا راجل بتاع علوم سلوكيه وعلاقات زوجيه وعلوم سلوكيه، ما بيجيش بالاحصاءات حضرتك تجيبها دي. الطب يقول الزواج المبكر يؤثر على الصحه الانجابيه، والمقترن ذلك بوزن المولود، تشويه الاعضاء التناسليه، وفيات الام، الاجهاض المتكرر، وفيات المواليد، تدهور الصحه النفسيه للمرأة. في اسباب هذا يقوله العلم، وعلميه يقوله العلم وليس الفلسفه. يعني كلام جميل. ومن يؤيد الزواج المبكر فهو يعني يقف في على التضاد مع العلم. يعني انت هتجوز البنت دلوقتي عندها اول ما تبلغ في 12 سنه، هتخليها تكمل تعليمها ولا تقعد في البيت؟ ده نقطة أخرى. لازم. شايف يا دكتور اللي بيؤيد الزواج المبكر هو يقف ندا إلى العلم؟ طبعا. طيب. رد يا دكتور. ده يعني الدكتور محمود قال إن أنت يعني لا 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 بالعكس، هو ضد العلم وضد ال أنا قلت هو؟ لا مش كده، هو بس يعني يؤيد هذا الفصيل. بيحب طب اتفضل. ما هو إحنا مش معانا حد ثالث. لا لا لا، رائع جدا. بداية احنا نرى ان الهجوم على الزواج المبكر هو ليس هجوما علميا، بل هو في بعض الاحيان بيكون هجوم، يعني في بدايته كانت بدايه غربيه، يعني هو ليس هجوم علمي. ليس انت هجوم علمي. غربيه دكتور، وبادج غربي، كل حاجه غربيه. لا، بادج مصري والنضاره غربيه، كل حاجه مصري، كل حاجه غربيه. لا ارفض الغرب، بالعكس انا اخذ من الحكمه دلت المؤمن، المصحف اللي انت خدته ده كله الغرب، الحكمه بالظبط، الحكمه دلت المؤمن جوه الموضوع اينما وجدوها فهو احق بها. عشان كده أنا مستعد أن أخذ أي حاجة غربية وأبتدي من حيث انتهى الآخرون، ولا أدعي. وهناك فرق كبير بين أن أنا أكره المفاهيم التي يحاول أن يصدرها للغرب وأتبعها. يا دكتور، هذا شيء آخر. الدكتور يعني محمود بيقول لحضرتك أن الزواج المبكر بيؤدي إلى طلاق مبكر وإجهاض وغير ذلك من الأمور. يا فندم رد على الكلام ده. بداية ووفيات. بداية أنت عايز الناس تموت ولا يا دكتور؟ لا بالعكس، أنا عايز الناس تبقى أصحاء، عايز الناس تموت. طب ما ترد يا فندم على الكلام ده. وعشان كده بقول إيه بقى؟ هرد اهو. انا بقول لحضرتك ان الجزئيه خاصه بالصحه، فالصحه الانجابيه من بعد 12 عام والناس اللي بيحملوا من بعد بقى 20 و25 سنه، فهو اعلى نسبه في تسمم الحمل اللي بنسمع عنه. وبالنسبه بقى للجزئيه بتاعه الطلاق، فانا يمكن برضه في نفس الاحصائيه بتاعه الجهاز المركزي للمحاسبه قال ان في 149 الف حاله طلاق وسجلت في سن من 25 ل 30 سنه، المتزوجين من سن 25 ل 30 سنه عندهم في حوالي 149 قبل كده، قبل كده اللي هو امتى؟ المبكر بقى عند المبكر. لا قبل المبكر هو لما يستطيع رصدها، لكن هو قال ان في بما ان لا يستطيع رصدها يبقى احنا اللي نحتاج بهذا. لا لا، بس هو قال بقى حاجه ثانيه، قال حاجه مهمه جدا وكويس انتوا فكرتوني بيها. 15% من فتيات من 15 ل 19 متزوجين، 15% من الفتيات من 15 ل 19 سنه سبق لهم الزواج على الاقل، يعني هم يا متزوجين يا سبق لهم الزواج، يعني يا كده يا كده. يعني انا بقول لحضرتك ان هو ايه، هذه ظاهرة متفشية في المجتمع، وللأسف القانون كل شوية بيتجاهل حاجة المجتمع على هذا الشيء، وبيفرض. يعني كان 16 سنة خلاها 18 سنة، والآن يمكن بيتم التفكير في 21 سنة. فدلوقتي أصبح إيه؟ أنت دلوقتي بتقول للناس وبتاع، يلا روحوا إيه بقى، اعملوا بقى رشوة واعملوا أمور. طيب خارج يا المجتمع. يا دكتور، إذا كان الطب قال قولا في هذا الأمر، الطب قال لك قول ازاي؟ ما تمشيش. قال لك برضه في الطب على فكره هو كلامه صحيح، وانا كلامه صحيح كلامه صحيح، ان هناك اطباء قالوا ان هذا غربيين ولا حاجه، غربيين ولا لا، ما هو مصريين، ما حتى مع المصريين والمسلمين. يعني يعني الطب بيرفض الزواج المبكر؟ ليس الطب، ولا في وجهه نظر طبيه بتقول كذا، زي ما في وجهه نظر طبيه بتقول لا، في هذا السن بيكون المراه ولود وشديده وعندها صحه كذا، وعشان كده بيحصل ان ايه الزياده السكانيه الرهيبه دي. كم مره بنسمع تمام. كم مره سمعنا احنا عن على الزيادات ولا تكاثر انعام؟ يعني ولود ولود يعني ان هي عندها قدره، يعني هي عندها 40 سنه ما تلتش. لا، ما بتكون في الاحتمال الولاد اقل اكيد. ايوه بالظبط. والرحم لما بيكون لم يعمل فتره طويله جدا، يعني انت بقى راجل عندك حوالي 30 سنه او فتاه ما بيعمل وبعد الزواج، ولكن بتكون مش هتتجوز في 40 يا دكتور، هتتجوز في 18.
كويس 18 دوت يعني عندها 22 سنه ثالث يا سيدي الفاضل. انا لا ارفض ان يتجاوز في 18 ولا 20، انا ارفض انك ترفض من يتزوج في 12 و13. انا ارفض يعني اقتصاد، يعني انا هنا اقتصاد. لا لا طبعا طيب. مرفوض طيب. قولا واحدا. خلينا ناخد فاصل اعزائي المشاهدين ونشوف الدكتور محمود اطلق جمله قال ان الزواج في ال 12 وال 13 سنه هو اغتصاب. فعلا الزواج في سن ال 12 وال 13 سنه اغتصاب، ده اللي هنستكمله مع الدكتور محمود. فاصل قصير نرجع لحضراتكم مره اخرى، فانتظرونا. تحدي التحدي قوي ده، قول لنا باسلوب جميل واسمع الراي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وما زلنا مع الزواج المبكر ما بين مؤيد ومعارض. في يعني وجهات نظر بتقول ان الزواج المبكر هو يعني يعني حصن للاخلاقيات والحفاظ على المجتمع وسلوكيات. في وجهة نظر أخرى بتقول إن الجواز المبكر اغتصاب. إن الزواج المبكر اغتصاب. خلينا بس نطرح سؤال حضراتكم، هل أنت مع أم ضد الزواج المبكر؟ يا ريت حضراتكم تشاركونا، أنتم مع ضد مع ولا ضد الزواج المبكر؟ تتواصلوا معنا من خلال الأرقام المحمول 2303 والأرضي 09305 والتواصل من خارج مصر 00881-61-01063 أو على الرسائل 923234. ونستكمل حوارنا، وهل الزواج المبكر هو اغتصاب؟ ده اللي قاله الدكتور محمود. يا دكتور محمود حضرتك أطلقت يعني عبارة قوية جدا يمكن على مسامعي أنا شخصيا، هل الزواج المبكر اغتصاب يا دكتور؟ الزواج المبكر اغتصاب، والمستفيد منه أحد رجلين، هذا الشيخ الذي يأتي من بلد النفط إلى القرى الفقيرة في مصر ليدفع 5000 أو 10000 إلى والد فتاة عندها 12-13 سنة، ثم يدخل بها في بيت أبيها ويتركها حاملا وينطلق إلى بلده مرة أخرى، ولا تستطيع البنت أن تثبت حتى ما سبب بها. نقول لك هؤلاء هم المستفيدون. المستفيد الثاني هو التسرب من التعليم، يعني حضرتك تقدم للمجتمع فتيات جاهلات لم يتعلمن، وتطلب أنت منهن أن يعلمن أبنائهن وأن تخرج منهن أسرة متعلمة مثقفة تقوم بهذا المجتمع. كيف لفتاة لم تكمل تعليمها أن تكون أما وأن تعلم؟ هل ده أدعى بحضرتك أنك تصف البنت بهذا الأمر بأنها مختصبة؟ بص من يرضى أن يتزوج فتاة في السنة 10 أو 11 أو 13 سنة ويدخل بها هو رجل مغتصب ومختل عقليا، مش طبيعي. مغتصب ومختل عقليا. طب اللي بيدعو الى الزواج المبكر بتسميه ايه؟ يخالف الحقائق العلميه ويخالف التطور الرهيب في المجتمع. يخالف فقط؟ يخالف العلم. تصفه بايه؟ يخالف الفطره. يخالف الفطره، يخالف العلم، يخالف الثوره اللي حصلت في المجتمع. وبعدين الغرب دول قبل ما يطالبك انت بيطبع عليه هناك، وكل حاجه من الغرب جايه. ما الغرب هو اللي عمل القيصريه، هو اللي عمل عمليه كذا، هو اللي عمل كذا. طيب انا بقول يعني من يؤيد الزواج المبكر تصفه بان هو يخالف العلم ويخالف فقط. من يؤيد الزواج المبكر انا اخالفه. انت تخالفه. طيب بدايه يعني عندك رد يا دكتور؟ بالتاكيد في الشرع الصغر ينتهي بالبلوغ، يعني ان الشاب ان هو مجرد ما بلغ، حتى في الاسلام يعني علمونا في القران الكريم حتى قال اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا، وفي القران الكريم برضو قال اللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. يعني دايما ان البلوغ ينتهي او الصغر بينتهي عمليه بينتهي عند البلوغ، وعشان كده بنقول الغرب ومش الغرب. حتى في الغرب بقى بنجد ان هو في المدارس بيكون بقى في بوي فريند والجيرل فريند وكذا، علاقات عاطفيه موجود عندهم في اطار مسموح عندهم اجتماعيا ومسموح عندهم عقائديا، ولكن هذا بقى هذا السلوك اللي هو مسموح عندهم احنا بنعمله عندنا، ولكن بايه؟ تحت اطار الزواج. يا دكتور ماذا تسمي من يطلق على الزواج المبكر اغتصاب؟ لا هو طبعا لست مع هذا سميه ايه بقى؟ لا سمي هذا الفصيل ايه؟ لا لن اسميه سوى اني لست معه، انا مختلف معه، عشان كده بقول طيب هذا الفصيل الدكتور محمود سماك ان انت ضد العلم، ضد الاخلاق، ضد 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 ما عادش اخلاق، ضد العلم يا فندم، ضد الفطره وضد الفطره. وانا لا بالعكس، انا ارى ان من يقول ان
الزواج المبكر هو غير مرغوب فيه او ضده، هو من يقف امام الفطره. ليه بقى؟ يقف امام الفطره لان الفطره. طب اللي يسميه اغتصاب يا دكتور؟ اللي يسميه اغتصاب هو اعتقد يعني طبعا هو شيء خاطئ جدا. انا لست مع جزئيه هذا خاطئ ولا اجرم؟ لا لن استطيع ان اجرم حكمنا هذه هذا كلمه جرم هي كلمه خاطئ اخطا. انا لست منوط بان انا اطلق على احد حقيقه يعني اخطا. هو طيب. اخطا طبعا. طب الدكتور محمود قال جمله قويه جدا. قال لحضرتك اللي بيدعو الى الزواج المبكر بيدعو الى تسرب الفتيات من التعليم، وكيف لفتيات تسربنا من التعليم ان ينشئنا ازواج او مجتمع صالح. ازاي يا دكتور اذا كانت البنت بتنتهي عند ال 22 سنه وال 23 سنه في التعليم علشان تنشئ نشأ صالح ومتعلم هو السؤال جايبها بقى يعني بنت في الاعدادي تقول لها اتجوزي. طب ده كلام يا دكتور. الكلام ده شوف مين بقى ناخد اتصال معانا. مين؟ دكتوره فايزه. الو. ايوه يا فندم اتفضلي يا دكتوره. اهلا مساء الخير عليكم جميعا. اهلا بحضرتك. هذا الموضوع الشائق الشائك جدا الجدلي جدا الذي لن ينتهي الحديث فيه. ليه لن ينتهي الحديث فيه؟ لا لانه قضيه يعني هو قضيه انسانيه عامه وليست قضيه خاصه بمصر، دي قضيه كل. طب خليني اسال حضرتك سؤال مباشر يا دكتوره. يا دكتوره اسال حضرتك سؤال مباشر، انت مع ولا ضد الزواج المبكر؟ لا طبعا انا ضد الزواج المبكر، ولكن نتفق مبدئيا الزواج المبكر اللي هو تحديد السن كام. بالنسبه لي الزواج من سن البلوغ 12 13 ما دون الثامنة عشر. هو ما دون الثامنة عشر ده مبكر بعتبره زواج مبكر. طيب اللي بيدعو اللي بيدعو يا دكتوره للزواج المبكر تصفيه بايه؟ الو. اللي بيدعو الى الزواج المبكر تصفيه بايه؟ لا انا الصوت من فضلك. من يدعو الى زواج الفتيات في سن ال 13 وال 14 سنه؟ ايوه. تصفيه بايه يا دكتوره؟ يعني تحبي تقولي له ايه؟ ارجع بقى حضرتك لاسباب اجتماعيه كتير جدا اهمها الفقر والجهل وظروف ثقافي من عادات وتقاليد في المجتمعات والرغبه على المحافظه على الميراث داخل الاسره الواحده و زياده الروابط الاسريه. وده على فكره مش موضوع جديد النهارده ولا هو مستحدث النهارده ولا هي قضيه جديده، دي قضيه قديمه جدا في كل المجتمعات الناميه. ده بدليل ان اكثر المجتمعات اللي بتعاني من الزواج المبكر هنلاقيها مثلا في الكونغو الديمقراطيه وافغانستان وبنجلاديش. كل ما وصلت المجتمعات هي ارقى من حيث المستوى العلمي والمستوى الاجتماعي والمستوى المادي بيتاخر فيها سن الزواج وما بيعانوش من مشكله الزواج المبكر. كلام جميل. في حاجه ثانيه يا دكتوره حابه تضيفيها؟ اتفضل. في حاجه ثانيه عايزه طبعا يعني عايزه اقول يعني ال الزواج المبكر يعني البنت او الشاب اللي دون الثامنة عشر ايه هي المؤهلات العقليه وايه هو مستوى الوعي اللي عنده اللي يؤهله للاختيار؟ هو زواج اجباري مقنع بشكل او باخر لان هو اختيار الاسرتين. ده الشاب مؤهل لتحمل المسؤوليه ولا الفتاه مؤهله لتحمل المسؤوليه. كلام وبالتالي بتزيد نسب الطلاق عن المعدلات العاديه في الزواج العادي بالنسبه للي اتزوجوا زواج مبكر. بالاضافه ان انت بتقدم للمجتمع ام غير مؤهله لوظيفه الامومه، عليها ان هي تنجب وتربي وتربي اجيال وتعد اجيال وهي ايضا ما زالت في مرحله طفوله متاخره انجاز لنا التعبير، فهي مسكونه بالطفوله غير مؤهله لتحمل المسؤوليه. الشاب لأهله عملوا له كل حاجة علشان يجوزوه هو دون الثامنة عشر، هو كمان كانوا عايزين إما إن هو يحافظوا عليه علشان ما يتعرضش لأي انحراف أخلاقي أو علشان برضه يحافظوا على ميراث الأسرة أو عشان يعودوه على تحمل المسؤولية وهو غير مؤهل أصلا لتحمل المسؤولية. فالنتيجة إن عند أول مشكلة في حياته بيوصل للانفصال لأنه غير قادر على تحمل المسؤولية، على تقدير مشاعر الغير، على تقدير عواقب الانفصال على الاسره. فالحقيقه ده بيعمل هدم للاسره المصريه. تمام، شكرا يا دكتوره. شكرا. حابب تحضرك يا دكتور على المكالمه. هو انا لما قلت ان اغتصاب هيتلر جواز اجباري، ما الفرق بين الاغتصاب والاجباري؟ وعبارات مختلفه يعني. ما صحيح. طيب عند حضرتك تعليق على بالطبع. بدايه اول حاجه كنت عايز اعلق عليها جزئيه ان هو بيكون في مراحل عمريه، البنت بتكون في مراحل عمريه بتدرس فيها، فطبعا بيحصل تسرب من التعليم حتى في سن 16 او 17 او 18، ما هي برضه في مراحل عمريه لانها ما تخرجش غير عند 22 سنه ولا حاجه، فهي في كل الاحوال بتكون في مراحل عمريه. ولكن بالعكس احنا بنقول ان يمكن في دراسه اتعملت في السعوديه وجدوا ان في 88% من افراد العينه اللي عملوها كان على 100 طالبه سعوديه، يعني 88% الجنس بيشغل جزء كبير جدا من تفكيرهم ويؤدي ذلك الى تدني تحصيلهم العلمي.
كم في الفن؟ 88%. والأغرب في هذه الدراسة أن هناك نسبة وصلت 5% من أفراد العائلة بدأوا في التفكير بالجنس قبل سن العاشرة، حيث أن وجه الغرابة في ذلك هو في هذا السن هو سن البراءة المفترض يعني، والذي يهتم فيه الأطفال بالألعاب والألعاب فقط. وقالوا فيه 38% من أفراد العينة فكرت بالجنس وقالت أنها تلجأ إلى طبعا الأمور بالعادة السرية وهكذا، و22% طيب. بلجون إلى الصيام. شايف أن حل هذا الأمر الزواج ولا التربية الأخلاقية القويمة السليمة؟ أنا شايف أن يعني شايف أن معنى ذلك طبقا لحديث حضرتك إن اللي ما يتجوزش في سن 13-14 سنة يبقى منفلت إخلاقية. بالعكس، هل هذا هو الحل الوحيد الزواج؟ لا. ولا لابد أن تكون هناك حلول أخرى؟ ولا يا دكتور؟ أولا إذا حصرنا الجواز في الجنس ده خاطئ تمام. تمام. الزواج ليس جنسا، الزواج أسرة تقوم على رجل وامرأة بمقاومات مادية وعلمية إلى آخره. ثانيا، الدراسة اللي قالت أن 88% يفكرون في الجنس دي دراسة خاطئة، لأن النسبة خطأ. هو 120% بيفكروا في الجنس في هذه السن. ثالثا، ما تم يعني ما فيش حد يعني فيش حد في هذه السن بالظبط. اقول لك 88% اثبتوا لا مش 88 100% يفكرون في هذه السن في الجنس. ثالثا، الدراسه التي تمت في السعوديه لا ليس بالضروره ان تطبق هنا. التاكيد هناك اختلاف شاسع فقط. اختلاف شاسع ما بين حق المراه في مصر وحق المراه في السعوديه، ما بين النظره الى المراه في مصر. لا يا فندم، مجتمع اسلامي عربي. الملك عبد الله الله يرحمه كان بدا يدي شويه حريه للسيدات. حتى الان المراه لا تستطيع ان تقود السياره في السعوديه. هو بنحصر دائما الموضوع في هذه الجزئيه. انت الذي تحصر يا فندم. لا والله بالعكس، انت تحصر الزواج في الجنس، تحصر الزواج في العفه، تحصر رفضك لان منظمه السكان حطت توصيات وقالت اعملوا ما تعملوش شم من الغرب، وتنسى ان احنا في مؤتمر السكان في التسعينات وهذه شهاده حق الرئيس الأسبق حسني مبارك طلع قرار وقال لهم أي شيء في مؤتمر السكان مخالف للشريعة الإسلامية مرفوض. وارجع هتلاقي الكلام ده مظبوط وليه مضابط ومثبت. هو ليقل ما شاء يا فندم. هو احنا قبل ما يطبق عليك النظريه بيطبقها على نفسه هناك. يا زاد الفاضل، بس عشان بس يعني ايه لكي عشان عايزين الناس تستفيد فعلا وعايزين نوصل للناس كده من الحقيقه. هم لا 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 احنا بس عايز ايه حضرتك قلت دلوقتي بتحصر الزواج في الجنس بدايه. في الجنس. لا بالعكس تماما، بالعكس احنا بنقول احنا عايزين نعمل عايزين نعمل شخص يكون يفضى بقى لمذاكرته ويفضى لبناء مجتمعه. لا بالعكس، احنا عايزين نربيه. انت بتقوله مذاكرش. لا يمكن ولد هيتجوز في 13 سنه يروح يذاكر. لا خالص، او يروح المدرسه. انا ليا صديق قريب ليا، اتفضل، انا وهو انا كنت في المدرسه معاه في سنه في اعدادي وكان متفوق، كنت انا اطلع الاول هو الثاني، هو الاول انا الثاني. اتجوز عنده 13 سنه ما كملش الجامعه بتاعته، وبعدين اتجوز ثاني بعد 20 سنه اتجوز ثاني. طيب ناخد الحاجة سناء ونرجع لحضرتك تاني. حاجة سناء، رحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال هو نفسه في الإجابة. عندي سؤال هو نفسه في الإجابة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حدد سن الجواز ولا قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ هل الباءة قدرة جنسية فقط أم بلوغ الفتى والفتاة القدرة على إقامة بيت مسلم قوي عفيف صالح مصلح ليكون حسن الاستقلال زي ما ربنا اني جاعل في الارض خليفه؟ وشكرا. شكرا يا حاجه سناء. ايه معاك حاجه سناء المره ده؟ الحاجه سناء اللي قالته بيخدم في الاثنين. ليه؟ لان اولا الباءه لما جم فسروها لا ما بيخدمش في الاثنين. لا بيخدم في الاثنين لسبب واحد. بيخدم في الاثنين يا دكتور. اتزوج بنتك عندها 12 سنه؟ انا لو عندي بنت وعندها 12 سنه وبلغت انا بالعكس اتمنى انها تتجوزها في هذا السن. انا عايز اعرف اصلا انت على فكره المبحث حضرتك قريته ده لو كملته تحتيه هيقول لك ايه؟ هيقول لك اذا كانت البنت مهيئه للزواج، يعني مثلا اذا هي بلغت بعد التسع كمل بس مكتوب كده. انا محتاج اكمل بصراحه. اذا هي بلغت بعد التسع سامح بيه. بص يا دكتور، وكان عندها القدره على الجماع نجوزها. جت بعد التاسعة وما كانش عندها القدرة على الجماع مش هنجوزها. طب هنعرف ازاي يعني؟ خلي الراجل يتجوزها لو لا تقدر يكمل معاها ما تبقاش طلاقها. عشان كده احنا بنتكلم. ده كاتبين علماء برضو عندك علماء السعودية موجود عندك. احنا بس عشان خاطر بس طيب نوضح الامور. اتفضل يا دكتور. عشان نوضح الامور، مش اي حد يوصل لسن 12 او سن 13 او حتى 15. طب ما في بعض الناس بيتاخروا حتى في في في, في البلوغ مثلا يعني. انا بقول لحضرتك من يصل لسن البلوغ هو ليس صغير،
دي القاعده اللي هي قاعده ده لغه فين لغه لا لا ما انا بتكلم على لغتي انا بضع الايه بضع النقاط اللي انا بقول عليها عشان حضرتك ممكن بعد كده تنقد ولا حاجه شيء يرجع لي ليس رجلا لا لا متكلم رجلا او امراه انت بتقول حضرتك من يبلغ 13 او من يبلغ بشكل عام ليس صبيا انا اقول لك وليس رجلا لو حضرتك حضرتك تعلم طبعا اكيد اعتقد ان حضرتك تعلم فعلا ان البلوغ بيكون في البلاد الحاره وهكذا اسرع مثلا من البلوغ في اذا الامور هنا يعني الامور الفسيولوجيه والنفسيه بتختلف من مكان لمكان وعشان كده بنقول هنا ان تجربه الزواج لما يكون في تحت رعايه الاسره الكبيره الاسره بقى اللي هو الاب والام هنا الاب والام هنا بالعكس بيقلل من مشاكل الطلاق بيقلل من مشاكل كذا ده فين زي موجود ومن حتى الفلاحين نفسهم لا يعني اللي هو الاب والام يعني انا اب وفي ام ومتجوزنا ابننا وفي هنا اب وام متجوز بنتهم قاعد هناك في البيت يعني لا حضرتك دول كلهم بيكون انت وسط الاسره الصغيره لسه ناشئه اللي هو الشابين الصغيرين دولت وسط اربعه اللي هم الاب والام واب وام بيحاولوا قدر الامكان يساعدوهم في بدايه حياتهم هم يتجوزوا لا لغايه دلوقتي لا لا خالص ابويا وامي يعلموهم بقى عايز اقول لحضرتك ان لغايه دلوقتي حتى الفتاه اللي عندها 25 ولا حتى 30 سنه مجرد ما بتتجوز بتتصل على طول مامتها يا ماما اعمل ايه في كذا وكذا طيب. يعني دائما الام الاب والام مهمين في هذه المرحله يا دكتور عبد الله يا دكتور عبد الله الدكتوره فايزه اثرت نقطه مهمه وقالت لك ان المجتمعات المتخلفه بيكثر فيها الزواج في سن مبكر وكلما ارتقى المجتمع علميا واخلاقيا وتكنولوجيا وسلوكيا تاخر سن الزواج ترد على الكلام ده تقول ايه يا دكتور؟ ارد اقول ان هو مش ليست المجتمعات المتخلفه ولكن المجتمعات اللي على فطرتها على الفطره السليمه هي اللي بتلجا لهذا الامر لان هي الفطره السليمه الفطره السليمه الزواج المبكر هي الفطره السليمه هي الفطره السليمه وغير ذلك هو محاوله بقى ايه الانشاء يعني حتى بعض الاحيان بتجد ان شخص لو انشغل باعمال ولا انشغل بحياته غير ذلك بقى من هو التاخير المتعمد يعتبر ايه؟ هو عكس الفطره هو عكس الفطره المخالف للفطره مين بيتعمد تاخير الزواج؟ بيتعمد تاخير الزواج لان هو بيرى ان هو ده شيء يعني انت لما تكون في مين مجتمع مين مش عايز يتجوز يعني مين بيتعمد تاخير الزواج؟ الشخص اللي هو بيرى ان هذا شيء متخلف يعني هو الشخص اللي بيرى ان فكره الزواج المبكر متخلفه فيقول لك انا هتجوز ليه دلوقتي؟ خلينا لما اكون خلينا لما اخلص الجامعه وبعد ما اخلص الجامعه خلينا لما اشتغل ولما اشتغل وات از ماي اون بزنس عايز يتجوز ما يكونش شغال؟ لا في فرق كبير ما هو انا بقى بالنسبه للرجل يعني عايز اخلي ابوي ياكله مراته لا لا بالعكس هيصرف مع طاطي سنه كده دخلنا ايه كده احنا دخلنا بقى في امور ثانيه ركز في جزئيه واحده عشان خاطر حتى المشاهد يا دكتور ده سؤال مهم الولد اللي عنده 13 سنه قادر على الكسب والله حضرتك اللي عنده 13 سنه قادر على الكسب وعنده مصدر رزق يبقى خلاص هيروح تروح في مؤسستك تشغله ولا تقول مؤهلك ايه يا سيد الفاضل مش في كل حاجه عن طريق الماجستير والدكتوراه اللي احنا اللي معانا يا فندم هل انت سؤال تاني صادم هل انت توافق على عمل الاطفال تشغيل اطفال الطفل يعني تعارض القانون الثاني قانون حمايه الطفل حضرتك عايز تعارضه تخلي الطفل كمان تقول ان القانون خطا وشغل الاطفال انا بالنسبه لي القانون طيب. استاذ محمد اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته القانون واحد ده قانونين بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام وبحيي هذا البرنامج الجميل والموضوع زي ما قالت الدكتوره فايزه سابقا الشائك اهلا بيك يا فندم الاستاذ محمد جويش شعر كبير اهلا بيك ربنا يخليك يا دكتور ازاي حضرتك اهلا يا استاذ محمد اتفضل يا فندم ليس تحيزا طبعا للاستاذ محمود الدكتور محمود حسن شاعرنا الكبير وليس يعني تعضيدا لرايه ولكن انا ارى فعلا ان الجواز المبكر كما قال في العبارة التي تعتبرونها صادمة هو اغتصاب اغتصاب حقيقة يعني مؤيد حقيقة. هذه العبارة الزواج المبكر هو اغتصاب يا انت ترى ان الزواج المبكر هو اغتصاب دي حقيقة طيب يعني اللي اتجوزوا بنات سنهم 13 سنه اغتصبوهم يا استاذ محمد يعني انا معلش دون انا هقول لحضرتك على حاجه هو الدكتور حسن استشهد بحاله من ضمن هذه الحالات لما قال بيستفيد منها ثري او عجوز عربي صحيح مشهد ده مشهد درامي وبيفعل كده لا احنا هنضيف عليها كمان انه لو هو قلبه طيب ورهيف وراجل محترم وهياخدها معاه هياخد بنتنا معاه وبيشغلها خدامه هناك تمام بيشغلها خدامه اذا كنا احنا بنروح معانا ماجستيرات ودكتورات وبنبقى شبه العادي على فكره هو شغال في جامعه دول عربيه وده تخصصه اساله تمام طيب نبحث عنده طيب انت عندكم احصائيات في الامر ده يا استاذ جامعه الدول العربيه في جامعه الدول العربيه والله قد تكون هناك احصاءات انا ما حضرتهاش للاسف لكن يعني انا ما يعني لا انا بكلمك من واقع خبرتنا الحياتيه طيب يا استاذ ثاني حاجه مثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك استاذ محمد ده طبعا انا طيب انقطع الاتصال طب خلينا ناخد فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نستكمل هذا الحوار فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا
التحدي التحدي ودافع عن رأيك والكل سامع. قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وما زلنا مع الزواج المبكر. الزواج المبكر بين مؤيد ومعارض. فصيل بيقول ان الزواج المبكر نوع من انواع التخلف ونوع من انواع يعني عدم استقرار الاسره وبيؤدي الى الطلاق، وكمان بيواجه مشاكل علميه. الطب قال ان الزواج المبكر بيسبب مشاكل منها الوفاه والاجهاض وغير ذلك. لا ده الدكتور محمود قال كمان ده اختصاب، الزواج المبكر اختصاب. الدكتور عبد الله بيقول لا ده يعني حفاظ على الاخلاقيات وحفاظ على سلوكيات المجتمع، ويعني بس نوع من انواع الانضباط داخل المجتمع المصري. فالزواج المبكر ما فيش ما يمنعه، ما فيش ما يتم رفضه في الوقت الحالي. طيب يا دكتور عبد الله، اذا كنا نتحدث فيما يخص المجتمعات الراقيه، وقلنا ان المجتمعات الراقيه كل ما ارتقت هذه المجتمعات كل ما ابتعدت عن الزواج المبكر، والدكتور محمود قال لحضرتك هو يعني في واحد في سن 13 سنة ولا بنت في سن 13 سنة تستطيع أن تقيم أسرة وتنشئ أسرة وغير ذلك يا دكتور؟ ده كلام برضو. البنت اللي عندها 13 سنة هي تستطيع أن هي تكون تكون أم، تستطيع أنها تكون أم؟ تستطيع أنها تكون أم. البنت اللي عندها 13 سنة؟ البنت اللي عندها 13 سنة تستطيع أن تكون أم؟ وتكون عندها 15 سنة ما دام أن هي لا 13 لا البنت اللي بلغت بلغت وعندها 15 سنة تستطيع أن تكون أم. وبنرى نماذج في 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 الزوج اللي بيبلغ مثلا عند ال 12 أو 13 سنة يستطيع أن يكون زوج، يستطيع أن يكون زوج ويفتح أسرة ويفتح بيت ويفتح أسرة. بس أنت بتتكلم عن جزئية تانية، أنت بتتكلم دلوقتي أن هو هل هو رجل هيتعلم وفي نفس الوقت هيصرف على البيت، يعني هو هيكون شغال. لا بعيدا عن التعليم، بعيدا عن التعليم، عشان كده بتدخلنا في جزئيه ثانيه، جزئيه بقى الشغل والعمل وبتاع الاسره. ما هو هياكل هياكل لا, لا 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 احنا بنتكلم، عشان كده مثلا بنقول الباءته. ما هو الباءته في ناس بتفصلها على حاجتين، في فصلته طبعا القدره الجنسيه، وفي الباءته بقى الباءته بقى اللي هي الباءه الاجتماعيه، يا دكتور يقدر يصرف ولا بتاع، يا دكتور يا دكتور العقليه. ما هو اذا كنت حضرتك تؤيد الزواج المبكر بدعوى استقرار الاسره صحيح، فاي استقرار ياتي مع شاب سنه 13 سنه ما عندوش قدره على الانفاق؟ اي استقرار لو ليس عنده قدره على الانفاق ليس له قدره على الزواج، يبقى هو اصلا سواء عنده 13 او 130 ما يستطيعش ان هو يا دكتور محمود. هو حضرتك ليه بتربط هذا الامر بذاك؟ يعني ليه خلط الاوراق؟ نحن نتحدث عن الزواج المبكر، ما يدير حضرتك في الزواج المبكر اذا كان الشخص يملك القدره الماليه والجسديه وغير ذلك، واذا كانت البنت تملك القدره الماليه والجنسيه وكل ذلك تستطيع ان تملكها وتقيم اسره، ما يدير حضرتك في هذا الامر يا دكتور؟ كل هذا الكلام تصف ذلك اغتصاب؟ يعني اللي اتجوز واحده سنها 13 سنه ويفتح بقى اسره وترتقي وتنشئ خلق تعتبر اغتصبت ولا ايه؟ ده كلام يا دكتور؟ تعرف سامح بيه اب كده عنده مثلا 30 سنه. طب تيجي ناخد الاستاذ محمد ونرجع لحضرتك. بنت عندها 13 سنه. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح منور الحلقه. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. انا كنت بس عايز اوجه بس رساله بس للدكتور عبد الله. اتفضل. بخصوص ان هو بيقول يعني واحده عندها 13 سنه تقدر تبقى ام. يعني ازاي ده مثلا؟ يعني ضميرك بيحاسبك ازاي مثلا ان 13 سنه واحده هتبقى ام؟ ازاي؟ ما ينفعش. يعني دلوقتي اصلا يعني احنا بنواجه مشكله كبيره قوي في مصر هنا، ان الجواز المبكر اصبح للناس اللي معاها فلوس، يعني الناس اللي معاها فلوس بتخش تاخد البنت وهي عندها 11 سنه كمان، يعني في الارياف بتوصل ل 11 سنه و8 سنين. يعني ده استغلال، مش موضوع جواز مبكر بقى، ده مشكله. يعني اصبح الامر تحول الى استغلال. طيب اتفضل يا دكتور. ده مشهد درامي، يعني ده مشهد درامي، حته ان اللي هو الساري الخليجي اللي يجي ياخد البنت، ده مشهد درامي يعني. وهذا مرفوض. مرفوض بالطبع طبعا. يعني حتى لو كانت سن صغير او سن كبير، حتى لو عندها 30 سنه مرفوض. طيب بالطبع. اتفضل يا دكتور. انت حضرتك كنت بتضع تصور بوصفك يعني شاعر، تضع تصور خيالي للاسره المكونه من اب 13 سنه. وانا لما تذكرت الموضوع ده تألمت يعني. طب اتفضل. يعني ما تلاقي اقول لك اللي عندها 13 سنه تنفع تبقى ام؟ تنفع تبقى ام الدبدوب اللي بتاخده في حضنها في السرير، بس ما تنفعش تحمل وتولد بتاع ده. فانت قاعد كده عندك 30 سنه طفله، يعني عندك 30 سنه وبنتك عندها 12 سنه، وبعدين جم كده الضيوف والطبله ومش عارف ايه والفرح، وجه المأذون ضرب ورقه المفروض يتعدم، مأذون ده يتعلق من رقبته اللي بيعمل كده. اذا كان الشرع لا يمنع ذلك يا دكتور، لا يمنع. مشكله لا يمنع، لا من لا يمنع، لا تلقوا بايديكم من التهلكه، من استطاع منكم الباءة. النبي النبي لم يطلقها على عواهلها، ولكن حددها واذا كانت البنت في شبه الجزيره العربيه
تنضج او تبلغ او مش عارف ايه في 12 13 سنه. دلوقتي هات لي بنت كده عندها 12 13 سنه بتبلغ يعني, واذا انت هتاخد المناطق الحاره احنا مش منطقه حر, يبقى بتوع اوروبا ما يعملوش كده, يبقى بتوع لبنان ما يعملوش كده. والشرع دائما لا ينطبق على جزء وجزء, لا الشرع عام. صحيح, العبره بعموم اللفظ. جميل, لا بخصوص السبب. صحيح, فاهمني؟ صحيح. فما ينفعش اصل لبنان تلج. لا لا, البنت تتجوز عند 20. دخلت الاوراق تاني يا دكتور محمود خالص. انا بس سامح بيه, الموضوع مؤلم جدا. البنت عندها 12 سنه. طيب, والجزار ناخد مدام زوزيان. الجزار الذي ينوي اغتصابها. جزار كمان سميته جزار ابوها مدام زوزيان. خدتها منها وديها له يا مدام زوزيان. ايوه يا فندم, ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم, اتفضلي. ممكن اكلم دكتور محمود؟ اتفضلي دكتور محمود موجود. احنا بنقول اسم صح ولا بس في حاجه غلط؟ زوزيان مظبوط. فيفيان بتصل من الكويت. فيفيان اهلا, اتفضلي يا فندم. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا عمو؟ اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ دي شهاده مجروحه دي ادي كده اصدقاء. تاني اتصلت مع دكتور محمود. هي بنت واخي بيتكلم من الكويت. عمك يعني الدكتور محمود يبقى عم حضرتك. اتفضلي يا فندم. بس بتتكلم من الكويت. اتفضلي. ماليش دعوه بيه. طيب, حضرتك مع ولا ضد الزواج المبكر؟ ضد. لا لا طبعا ضد. هو انا كان اصلا كان البحث بتاعي في الجامعه كان ضد الجواز المبكر اصلا, كان عن الفكره نفسها. تمام. فانا بايد طبعا دكتور محمود. طب ليه ليه ضد ليه ضد الزواج المبكر؟ يا فندم دلوقتي البنت بتتجوز 25 سنه مش بتبقى عارفه يعني ايه جواز, مش عارفه يعني ايه مسؤوليه, مش عارفه تتحملها ازاي. تمام. ازاي طب اقل من 18 سنه تتحمل مسؤوليه؟ يعني زي واحده لما تيجي دلوقتي تربي هتربي جيل ازاي؟ هتربي جيل هي مش متعلمه اصلا, داخله اقل من 18 سنه مش متعلمه او دبلوم او ثانويه عامه, مش عارفه هي تربي ايه؟ هتربي الجيل بتاعها ازاي؟ هتربي اولادها ازاي؟ هتعلمهم ايه؟ تمام. دلوقتي بندور على جيل احنا عايزين ناس مثقفين, مش عايزين ان احنا نجوز يلا ها هنجوز عشان يجيب طيب اطفال ثانيه وخلاص. يعني شايفه ان اللي بيدعو الى الزواج المبكر ما بيدعوش الى مجتمع مثقف؟ طب هيثقف في ايه؟ يعني انت بتجوز دلوقتي واحده اقل من 18 سنه, فين الثقافه؟ 13. كلام جميل. 13 اقل, حتى لو اقل من 18 يا دكتور محمود, ازاي اقل من 18 اصلا مش متعلمه, ما فيش جامعه, هتعلم ايه؟ هتقول ايه؟ هتثقف ايه؟ طيب اتسمي ايه يا فندم اللي بيدعو الى الزواج المبكر؟ هيوقعك كده هو هيحط الكلمه على لسانها يعني. حاسبي بقى. خلاص يعني انت قلتي لحد كده زي الفل كده. ليه وجهه نظر بس وجهه نظر سوري يعني خلاص خطأ. يعني هم نبهوكي نبهوكي للمطب. شكرا شكرا يا استاذه. لو تسمح لي اقول جزئيه صغيره بس. اتفضل يا فندم. طبعا خفت ليه ان هي تقول لي لا لا انا عارف انت بتحط على لسانها ايه يعني, فعشان كده حتى عشان هي حتى قبل عشان يعني. طيب بدايه انا طبعا ليا زملاء كان ممكن اخليهم برضه يخشوا بس ما كل واحد يجيب رجاله. كل واحد يجيب قلت راس, هيبقى قلت راس عبد الله وقلت راس محمود يعني. طب انت ما قلتلهمش يخشوا ليه؟ انا عارف انا رايح حلقه. لا لا بصراحه بناقش الموضوع على الفيسبوك بقالي 42 سنه. لا لا بالعكس بالعكس شيء رائع يعني. اتفضل. جزئيه اتخاذ القرار او جزئيه ان هم ازاي تدير حياتك, دي جزئيه يجب ان ينشا عليها الطفل او لغايه ما يوصل يبقى شاب, واللي بيقع فيها اغلبنا. ليه؟ علاقه بالسن. لا لا اصل بنتكلم على جزئيه ايه؟ ان البنت فعلا عندها 25 سنه, هي قالتها حتى عندها 25 سنه ولا اكتر, وبتبقى مش عارفه تعمل ايه في حياتها. خلاص نجوزها على 30. لا 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 ليه بقى؟ لان احنا صغيرين احنا اخترنا ابونا ولا امنا ولا اخترنا اسمنا ولا اخترنا يعني مدرسه ولا اخترنا الجامعه, ويوم ما بنيجي نختار بنختار شريك حياتنا على طول. اول اختيار بنختاره في حياتنا هو الزوج او الزوج, فعشان كده بنلبس على طول, وبيكون دايما الاختيار بتاعنا غالبا يعني بيكون اول اختيار اول قرار. تثق في اختيار الفتاه في الثانيه عشره من عمرها؟ لا هو ما بيكونش اختيار, هو على فكره تثق في اختيار الفستان بتاعها؟ لا طبعا ما على فكره ولا اصل في اختيار الفتاه الحاليه اللي عندها 25 سنه. من لم ينشا انت بقى لا تثق. لا 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 لا, لا تثق بقى في المراه خلاص. انا لا اثق في اي شخص انه تم تنشئته على اتخاذ قرار, اما شخص اللي اداه ثقافه. يعني ايه لا يثق في المراه يا دكتور؟ ثقافه لا بالعكس. بقول لك حتى 25 سنه لا يثق في اختيار. لا لا انا بقول لك الحاليه الحاليه لا يثق في اختيار 25 سنه. شايف لا 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 دكتور عبد الله. لا انت بص انا بقول لك اسلوب جامعه محمود اللي هو ايه كده كده. لا بالعكس بالعكس, ان هو ياخذ ناحيه اتجاه ضد المراه. لا خالص بالعكس, كل ما يقوله ضد المراه, حبا في المراه ضد القوانين الحاكمه للمراه وضد قانون الطفل القوانين وضد قانون الزواج. لا 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 القوانين وضع القوانين وضعيه بالعكس والله. القوانين هي قوانين وضعيه
اما انا فانا اتكلم يعني عن القانون الالهي، قانون يعني قانون بعثة السلام، يعني من رغب عن ايه عن سنتي فليس مني. يعني دلوقتي احنا يعني اقول لحضرتك القانون ده يبقى يعني القانون في قاعده حتى بيقول انت بتحط قضيه لا لا انا بقول لحضرتك على حاجه بتفجر لغم دلوقتي. ما هو اللغم اللي يعني هو انت إيه؟ انت غير خاضع لقانون الدوله. لا انا خاضع لقانون الدوله بس خلاص، ولكن في حاجه اسمها اهلك دوله. لا الحق من وضع القانون. ما اسمع بقى، وضعه سامح البقر. لا لا خالص، وضعه شيخ الازهر. لا خالص، وضعه الدكتور فلان يا اخي الفاضل، الطبيب فلان يا اخي الفاضل. هل يجوز للقانون ان يحرم حلالا او ان يحرم؟ لم يحرم القانون حلالا. لما القانون بيقول على الخمر ان هو ممكن يتجاوز تداولها مثلا، انا بعيد عن القانون مثلا. احنا لسه يعني اقصده ايه يعني القانون قال لك تداول الخمر؟ ايه القانون؟ قانون رقم كام ده يا دكتور؟ القانون اللي هو هل بيحرم يعني انت دلوقتي لو رحت القانون هل يعني هل ان انت تقدر دلوقتي تتبلغ تقول والله في محل كذا بيبيع يا دكتور، هل يتم القبض على هذا المحل؟ يا دكتور عبد الله، طب يا دكتور عبد الله، القانون بيبيع يا دكتور عبد الله، طب خلينا بما المراقص وكذا يا دكتور عبد الله، هل ده في الحلال حلال يا دكتور عبد الله؟ بما انك يعني تناولت القانون، طب ما تفسير حضرتك؟ المراكز الموجوده في الدوله اللي بتطبق الشريعه قد اقر سنه 18 سنه للزواج، لان القانون واعتبر ان من يتزوج دون 18 فهو اجرم، لان القانون لم يرجع للمجتمع. يعني ايه لم يرجع للمجتمع؟ اقول لحضرتك بيرجع للمجتمع ازاي؟ بيرجع لمؤسسات معينه في المجتمع هو يراها. المجتمع اللي عمل القانون اسمع حضرتك، لا على فكره مين المجتمع؟ طالما تجد ان المجتمع هو المكان اللي في وسط البلد اللي هو مؤسسه مش عارف ايه وبتاع، مش المكان اللي هو في الارياف والفلاحين. لا معلش، احنا الهاي كلاس اللي هو بيضع القانون ولا ينظر لحاجات المجتمع. ما هو معلش يا فندم، ده اساتذه الجامعه كلهم طالعين من القرى والنجوع كويس، ولكن هل بيتم حوار مجتمعي من اساتذه الجامعه طالعين من القريه؟ لا يجوز ان يبقى في قانون يتعمل وفي الاخر خالص ما يحصلش عليه استفتاء او حتى يحصل عليه موافقه من الشعب. ده موضوع الشعب هو اللي يقول القانون. طيب ده موضوع اخر. لا القانون لا تناقش من الشعب. لا لا معلش يعني يا دكتور، ده شغلتك رد انت يا دكتور محمود. لا انا يعني بعيدا عن هذا الامر، رد انت في القانون. دعني اسالك سؤال شخصي، يعني اذا كان في امكانيه لهذا الامر محرج. لا شخصي عادي خالص. انت والدتك متزوجه في سن كام يا دكتور؟ 14 سنه. وانا والدتي 13 سنه. سنه كام؟ من زمان. والدتي عندها ربنا يديها الصحه. طب هل هي فشلت في تربيه حضرتك مثلا؟ سنة والنبي انا بس هستاذنك في حاجه بس. النهارده بالظبط يمر 60 يوم على وفاه والدي رحمه الله. رحمه الله على والدي، رحمه الله رحمه الله على والدي الدكتور محمود واسكنه الله يعني فسيح جناته. فسيح جناته. طيب والدتك كم سنه؟ تزوجت في عمر اعتقد 15 16 سنه. طب يعني هناك نشء صالح. واو يعني ما انا على فكره شاعر كنت رافض اسال هذا السؤال، وعندي دكتور في العلاقات والسلوكيات، وانا يعني لابد لابد يا فندم ونطالب. وكنت في شايف ان هم اغتصبوا امهاتنا يعني ولا ايه؟ كنت بالأمر